ويبدو أن كون الناقة مصدراً للإطعام أمر مألوف على مر التاريخ، إلا أن نحر الناقة عند العربي لم يكن لأجل الإطعام فقط، فقد ثبت أن نحر النوق عند العرب قبل الإسلام في أيام جاهليتهم لأغراض كثيرة، ما كان يفعل منها على قبور الموتى وتقديم الطعام للطيور والوحوش بحجة تقديمها لآلهتهم التي كانت تعبد من دون الله. إلا أن من أعجب الأسباب التي نحرت لأجله الناقة ما فعله امرؤ القيس، حيث عقر مطيته للعذارى، فيقول في معلقته: ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من كورها المتحمل، فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل. وكان من مظاهر غنى الرجل قديما أن يسمع من ناحيته صوت الفصيل يرغي، والرغاء هو صوت الفصيل حزنا على أمه، وذلك لأنها أخذت منه لتعقر للضيوف. وأيضا الناقة أحيانا تخلج، تصدر صوت حنين حزين إذا الحوار الكبير قدم للأضياف. ولذلك الشاعر العربي يذم قوما أنهم بخلاء، فيقول: أيبغي آل شداد علينا وما يرغي لشداد فصيل. ففصيل الناقة لا يرغي ولا يقدمون لأضيافهم شيئا.